تشوف. سيري رعيني ضرتني. كريم السلام عليكم. يلا السلام عليكم مشاهدين ديالي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير هانيين صحيحه اموركم هانيه؟ حتى نزل من داك الصقع سيمبا. اموركم هانيه، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير نتوما كتشوفوا هذا الفيديو. المهم اليوم بغيت نشارك معكم ضلعه محمره في الفران ياكو، وغتسمحوا لي المشاهدين غتسمحوا لي على حساب المروزيه ديال كندير واحد كنقول لها المروزيه بالسنسول، بالسنسول ديال هذا ديال الحولي، كتجبد ياسمين الميكات وكتنصب، انا ما شتهاش جبدات لي داك السنسول جبداتو كامل مصباتو ما لقيتوش باش غندير لكم به المروزيه، غتسمحوا لي حتى العام الجاي بقينا حيين في العيد. العام الجاي الا بقينا حيين انا معاكم غندير لكم المروزيه بالسنسول، والله يجيب رزق الله يجيب رزق ان شاء الله، شي نهار نجيب شي كيلو ديال السنسول ديال الحولي ولا جوج كيلو ولا ندير لكم روزيه، ندير لكم روزيه زربان عيا ولا يديها حيت سيبورات خسرات لي ديك البلاصه باش كنحطو التليفون. والمهم ها نتوما الضلعه راه نشرو عليها باقا ضلعه، هادي راه ديال الحولي ديال العيد، مشا قطعوا لها ديك الحيمه اللي كاينه هنا ما تكون سرقه ما شتوش، حطيت انا في الفريكو هكاك كون شتو نكون عطيت على شي قلب. المهم هنايا كاينه العطريه، انتوما واش كنحتاجو هنايا غير شويه البزار الملحه السكينجبير هذا داك القزبر المطحون شويه القرفه الثومه، هاد الثومه علاش خليتها دريسات وهذاك وكاين هنا جوج دروسه محكوكين ديال الثومه. يزير ما قلت هذا اليزير، هذا اليزير غادي نديرو غتشوفوا كيفاش غندير ليه، هذا نخليه هنا حدايا هو والثومه، وكاين الزبده وكاين الخل ديال هذا ديال الطياب، وكاين الخرقوم ملون وشويه ديال زيت العود وشويه ديال زيت الروميه، وزيت العود كتقول زيت البلديه وزيت الروميه. المهم واحد شويه الزبده اللي غندير، علاش؟ كون حيت ما كاينش عندي السمن، ما بقاش عندي السمن، الا كاين عندكم السمن ديروا السمن بلاصه الزبده. ممكن نخلطوا في هذا السوبيره، كنخلط فيها العطريه كامله وكنخلطوها بالماء، نديروا شويه ديال الزيت. المهم اللي بغات المريقه المشاهدين، انا زيت العود مابقاش عندي، شوف واش دايره القرعه. شويه ديال زيت العود تا هو باش نسمو زيت البلديه، انا ما تنعرف البروتوكول زيت العود او صافي، شويه ديال الخرقوم ملون اللي عنده الزعفران زغبا يديرو كما قلت لكم المشاهدين، واحد شويه ديال الخل كما قلت لكم المشاهدين، اللي ما عنده اللي ما عنده سيدو عنده لا لا مش هدش على وشي مالهاش. شوف اش انا كنت باغا نقول لكم، وليت نقول لكم اللي ما عنده اويلي، وقالت لكم ياسمين اللي ما عنده سيدو عنده لا لا. نقول لكم زعما اللي بغى المرقه، بغى المريقه في الضلعه غادي يدير البصله، غادي تشلطوا البصله جوج بصلات ولا القياس اللي بغيتو، وديروه وديروهم في الكميله، وغتخويو هاد المرقه هادي اللي غديروا غدهنوا بها غادي يبقى ضروري غتبقى ياكو، غتشدوها تخويوها في ديك البصيله ياكو، وديروا فيها الضلعه حتى طيب واحد شويه تلقي البنه وحيدوها تسقطر، عاد ديروا ليها بابي اليميني ودخلوها الفران، ديرها في الفران نيشان. المهم غادي تقبوها بحال هكا باش تدخل لها العطريه، عنديش انا الماصماضيين ياك، راه قلت لكم هنشروها مع شكون سرق هاد اللحمه الطافي شكون سرقو كون حصلتو تشوف صافي. المهم شلخت هنايا فين غادي تدخل العطريه وداك الشيء الثوم، هنا غادي ندير هذيك جوج دريسات ديال الثومه، وغادي تشوفوا هنايا الثومه ما محكوكه ما مقطعه، انا غنوريكم واش غندير لها، هنا غندير تقريبا قياس معلقه كبيره ديال الزبده، انا ننسى شي حاجه ركزوا معايا، ردي معايا المال الشعبيه انا نعود نسها و قال لها راه التقليد عليك. ها
ديالكم تقطعوا مزيان. سيمبا اش كتسناو؟ مشى شي كاي تسناو فيا قانين عليا. وري شوفوا اش كيديروا. اشنو اشنو؟ لا راه هضرتكم هضرت معكم وانتم تبداو تنقزوا. جلسوا بلاصتكم سيليا في بلاصتكم. يا دهنوا بعدا من الداخل مزيان. وسيري طريحي سيليا سيري طريحي. انا غنرافق هاد الضلعه غادي نرافقها بشلاضه عاديه. شلاضه شنو فيها؟ غير البصله وماطيشه مقطعين والفلفل مشويه مقطع. والفلفل مشويه على مشويه. هانتوما كندخلوا ليا زير في هاد الطريفات ياكو. وغادي ندخلوا حتى الثومه. شفتوها؟ غادي ندخلوا الثومه في هاد الطريفات ديال الحل هكا بان هانتي شتي شتو المشاهدين. ادخلوا الثوم بحال هكا لهاد هاد البلايص اللي محلولين دابا اللي قسمنا من النص. هادي خصها تحل شويه هكا. دخلوا ليها الثومه مزيان كتطلق فيها واحد واحد البنه واعره. يا زير تا هو اصلا راه درته مع مع التشرميله. الزيت هو مخلط في التشرميله خلاص ما خرجت. ندخلها هي تخرج. نتوما كنخلاو كتخرج يا مالها كيتبون بهاد اللحم كتزلق بحال لاستيك. صافي يا ولدك خلي والله الا كندخلها ولا تخرج. ما خلاوهاش ضرا هادي راه نشروها. المهم ما عليناش. الشيء اللي بقى غادي نخوي عليها من فوق كما قلت لكم. نتوما الا بغيتي ديروا بغيتو مريقه ديروا ليها كما قلت لكم الطريقه مع البصله. حك واحد البصيله والاخرى شرملوها وشحروا خلطات هذا ويطيب فيها شويه اللحم عاد حيدو عاد ديروا في الفران. دابا انا ما عنديش بابي الومنيوم ما لقيتوش وبعيد علينا هذاك مول 5 دراهم باش غنجيبوه. غادي نديباني ندخلها هكا الفران. ما غاديش نطيبها في الجميله زعما في الجميله ولا كوكوت عاد هذا وما كاينش شي كوكوت اللي غتهزها ليا قداك. المهم غادي ندخلها للفران تقريبا المهم حتى طيب على خاطرها غنقصوا عليها العافيه مهيله. وغادي ندوز معكم الشليضه المتواضعه البسيطه اللي غندير صافي. المهم خليوها حتى طيب غادي تنقصوا عليها الفران. ما غاديش تجعدوا عليها باش ما دغيا تحمر وتبقى خضره في الداخل. تحمر من الفوق تبقى خضره في الداخل لا نقصوا عليها وخلوها تطيب. كان بابا الومنيوم ديروها بابا الومنيوم ونقصوا عليها وخلوها تقريبا ديك ساعه ولا المهم على حسب تطيب وصافي تبان لكم طابت. يلا بقاو معانا الزيت. ايوا هنا المشاهدين راه كنشوي في الفلفله كما كتشوفوا. كنشوي الفلفله باش ندير ديك الشلاضه ديال الفلفله مشويه والبصله مطيشه كتجي واعره يا البنات كي زوينه. كانت كديرها لينا امي مسكينه بكري. المهم هنايا كما كتشوفوا وريتكم كيفاش كنشوي الفلفله راه كلشي كيعرف كيفاش يشويها. هنايا جبت مطيشه جبت البصله وصافي غادي نبداو نقطعوهم. انا كنقول لكم هكا راه غنقطعهم ايوا صافي. المهم هنايا الفلفله تشوات انا عطيتها لياسمين كتقشرها باقا سخونه.
ايوا الاخرين باقيين كيتشواو. ايوا الا تشوات في سميتو في المجمر يكون حسن. وكاين اللي كيشويها في الطاف الفران كتجي زوينه. صافي هنا دزنا كنقطعو مطيشه وخاصة تعصروا لي هذيك الزريعه ما تخلوهاش تحيدوا من هذيك الزريعه هي البصله. المهم غير بغيت نوريكم وصافي وين تشاركها معكم وصافي. ما راه كلشي كيعرف يدير هاد الشلاطه ديال البصله ومطيشه والفلفله ديال زمان. كنا تنديرو قلت لكم كانت تديرها امي كتجي على من بناتها كانت هذيك هي الشلاطه المفضله عندنا. ايوا صافي. المهم احنا شاركنا معكم الشليضه ديالنا. هانتوما راني زدت مازال هنايا البصله شفتوها البصله شرمتها في العشوار هي والقزبر وزدتهم وزدتهم من هنايا زدتهم في الطاوة حيت غتلقاوها دابا انا هادي ميد ما شفتوها شحمه تلقات لي داك الزيت ديالها داك الشحمه تلقات لي الزيت عمرت بها واحد الزليفه وحيدتها صافي. المهم هي وجدت الطلعه ديالنا وحضروا فيها شي ضياف مكتب عليهم. يلا مشاهدين كما قلت لكم راني رافقتها بديك الشليطه ديال سميتها مطيشه والبصله والفلفله مشويه هي باش رافقتها. يلا نقول لكم بالصحه والراحه. يلا بسلام عليكم. وهنايا المشاهدين كنت خارجه جيت لقيت بنتي صايبه واحد المايونيز واعر قلت لها باش نرافقو هنيت مع ديك الشليطه كيجي زوين في الشلاضه في كلشي مع الفريت. هاد المايونيز زوين خاطر مع الفريت مع بحال هكا دايرين البطيطه مسلوقه الباربه. المهم هنايا درت معلقه ديال الملحه وهنايا معلقه ديال البزار وشي كتخلطوه في مونينيكس. هنا هذه الثومه محكوكه جوج دريسات ديال الثومه محكوكه اللي بغا يديرها هذه فورماجه اللي بغا اختياريه الثومه اللي بغا يديرها يديرها اللي ما بغاش ما تعجبوش ما يديرهاش. هنايا الخل درت معلقه كبيره ديال الخل درت لكم داك الخل العادي وهذا الخل ديال الشلاضه معلقه ديال الخل العادي معلقه ديال الخل ديال الشلاضه. ما تكلفوش على راسكم اللي عندكم غير واحد النوع غادي ديروا منه جوج معلقات. هنايا بيضه واحد البيضه ايوا صافي هنايا غتسد عليه وغادي تضربو مزيان غادي يبقى. المهم راه جا داك المذاق ديال سميتها ديال الثومه واعر واعر بالنسبه ثاني للشليضه وتكون وترافق مع الحوت غادي يجي واعر غادي يجي معانو زعما المذاق غادي يتوالم معاه. وغات هنا ضربو مزيان اللي غتبقى تخوي الزيت بشويه بشويه شفتو كتحل هاد البارطيه ديال المونينيكس وغتبقى تخوي الزيت بشويه بشويه. المهم هاد المايونيز البنات راه واعر ما غاديش نشكروا لكم راه واعر 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 خطير بزاف كيجي بحال ديال السناكات وكيجي خاطر وفيه واحد المذاق يا سلام كيجي مذاق زوين صافي. المهم هي ما حدا كدير الزيت المشاهدين راه بالعبار غير كدير حتى كيبان لكم خطر ما بقاش كيدور مزيان في مونينيكس ما كتبقاش تدور هذا يعني يبان لكم خطر صافي وغادي تحبسوا. راه كيجي واعر راه غادي تجربوا وغادي تشوفوا المذاقات اللي بغيتوا ديروا فيه ديروا فيه. بغيتوا حتى ديروا غير كنور بلا ثومه غديروا كنور اللي كيبغي ديك البنه تاع كنور يديرها وهذا واللي كيبغي ديك البنه ديال المعدنوس يدير غير المعدنوس. المهم جميع النكهات اللي بغيتوا نتوما غادي ديروهم فيه. هانتوما راه تيختر مزيان شتو راه بدا كيتقال. وهاد المايونيز البنات راه بالحليب كاين فيه كاس ديال الحليب ديال العنبه اللي بغى يدير طن سيترو ديال الحليب يديرو الا دير كميه غير يضوب الكميه غير يضوب دوك المقادير يعني يضوب غير فرماجه ويضوب البيضه. راه شفتوا باقي ما خطرش اسمحوا لي بقات كتزيدوا الزيت تبقى تزيد الزيت بشويه بشويه حتى يخطر. وراه كما قلت لكم راه كيجي بحال ديال السناكات بوحسن مازال ديال السناكات راه كيجريوه شويه هذا راه بقى خاطر. غير انا في الاخر اللي زدتو الحليب ما بينتش لكم مني جيت لقيتو خاطر بزاف قلت لها راه ما غيتخواش لانه في القرعه اللي بغى يحتفظ به في الكونجيلاتور بحال هكا يبقى راه كيبقى موده فاش تجبدو تاني تخليو حتى يذوب في القرعه. ها نتوما كيفاش شفتو رجع بحال الكريم حتى يختر مزيان بحال هكا بقاو ضربوا عطوا الخاطر
اللي غادا تزيد هي داك الكاس ديال العنبه ما عامرش، حيت درنا حنا غير كميه قليله زعما اللي بنقول يعني اللي بغينا ناكلو غير داك النهار. ولكن جا خاطر، جيت انا مفاش جيت فجيت لقيتها مصايبه، لقيتو خاطر، قلت لها عرفتي شنو ديري؟ اري نديرو في القرعه، خصني نزيدو الحليب. زدتو كاس تاع الحليب وعاود تضربتو وعاود خويتو في القرعه، حيت لقيتو جامد، ما يعني خاطر بزاف ما يبيش يدخل ليا في القرعه. انتو شفتو ما كيتحركش زعما، ما خفيفش، ثقيله، شفتو دير بحال كريم. ايوا صافي، هنايا راني فاش جيت انايا غدا زدتو شويه د الحليب وعاودنا ضربناه انتما كما كتشوفوا، باش يكون داير، شفتو، باش يكون جاري، باش يدوز ليا في هذا، باش يدخل ليا في القرعه، وحيت غنحتفظ به في الفريغو غادي يختر كتر، غادي يزيد مازال يجمد كتر من هكا. وفاش تبغوه تجبدوه وتخلوه تيذوب، ديروه في الماء بحال هكا، القرعه لوحوها في الماء على الماء بارد خلاها تذوب، وخوه مونينيكس على الثاني وعاودوا ضربوه اللي ديك الساعه خدموا به. ماشي هاد الكميه اللي خرجت لها راه كثر، راه خدينا عمرنا حنا زلافه اللي غادي نديرو في الغداء، اللي رافقنا في الغداء. ها هو كنوري لكم، قلت لكم ها هو جا زوين، تحتفظوا به في الكونجيلاتور. صافي انا خليته غير في الشبكه، ما درتوش في الكونجيلاتور ديريكت لتحت.